شو اسطوره، مين اسطوره؟ انا شو غشيم على اللعبه طوف. والله هذا الطيار يا اخي، هذا لعب بي سي، هذا لعب بي سي، هذا لعب والله لعب بي سي، ورب محمد لعب بي سي هذا، ورب محمد هذا البياض. هو يا موزة والله شغلت لك الخريجية. عبدو سوف يندمون هلا. اي والله يا لؤي. هلا اسمع، ايه والله يا لؤي. طوبزتني الحرمة. هلا نشوف. والله نسيت. طوبز الحرمة. يلا دقل فرح، دقل يلا فرح. دقل يا فرح يلا. غدار لا تاخذي. أول لعبة دقل يا فرح يلا. لا تسمع علي، لا تسمع، راح يغدر. يا شباب بلشنا نغش، بلشنا نساعد الحرمة. يلا يا فرح، دقل يلا يا فرح. يلا يا فرح، ديقل فرح مو ديقل، ها وانطب، ما بلعب غير وانطب يا فرح. احمر يخرب فنارك، وين؟ يلا افرح الصورة يا بنس، انتبه طلع مسرعها. ايه شو بنس افرح الصورة، ما بتعرف انت يا عفو. الله يا اخوان بتلعب. يبدأ الآن التحدي الأسطوري، التحدي الخرافي، التحدي العالمي بين الأساطير، بين الشخص الذي يعتقد نفسه أسطورة في السيرفر، بين الموزة الصفراء. الموزة الصفراء تحاول يا ناس، الموزة الصفراء بشتهبل اليوم يا ناس. يلا الموزة، كيف عم تضرب هيك يا اخوان؟ شو كيف عم تضرب؟ يووو بنت تجلدك، بنت تجلدك. يا ويلي راك يا فرح، قل له ابلع وهيك. مستحيل يا شباب، مستحيل ربي في شيء غلط. يا ويلي بس جلدتك اصفر ابو انا، صار جلدتك اصفر مو انطب يعني. عادي انتم ما تفهمتوا انطب، ما قلتوا ممنوع يعني الاصفر. أيوة. يعني بوب تتقدم الان فرح، تتقدم الان فرح يا ناس. بوب فرح تحاول تصطاد الموزة بالسكوب. يا ويلي اسمع ابو انس، لو جلدتك فرح والله مفروض تعتزل يعني، حرمه تجلدك. يا ويلي هيد شوت عفوا الله. شوف هاي ما هي يا اخي، والله العظيم ايش هذا؟ وقف في شغله، مالك اسطوره كانها. يو ويلي يا من بضغط عليك، جابت لك شخصية شب كمان عشان تصفحك. يا بوب لا وربي لا وربي في شيء غلط، اقسم بالله مو لعبها. لك مو لعبها يا فرح، قل له ابلع يا فرح، قل له ابلع. ابلع ابو انس، شو مفكرة؟ حكينا لك يا اخي بتلعب، حكينا لك بتلعب. عفو الله اذا الحكي صحيح يا اخوان. حرمه يا ويلي، 2-0 والحبل على الجرار، 2-0 والحبل على الجرار، يعني ممكن تطلع على الصفر. يا ويلي لو جلدتك على الصفر، يا ويلي لو جلدتك على الصفر يا موزة. يا اخوان والله في شيء غلط. تعال لي يو بوب تعال لي بسكاينا. يو على بي سي يا اخي، ها لعب بي سي. افتح سكرين جاكوار، افتح سكرين بياض، افتح سكرين ولك حيوان ساكت. ما باللعب اصلا والله، ما باللعب. افتح سكرين، افتح سكرين، ما باللعبة يا بيه، ما باللعبة. لك جاكوار معي فرح، ما بتعرف افتح سكرين فرح، ما بتعرف جاكوار. شلون ما بتعرف من جوال؟ افتح سكرين. اي جاكوار فتح سكرين. لك جاكوار بالمشاهدة اصلا، ولا انت طالع طلعت من اللعبة؟ لا انت افتح سكرين يا فرح، افتح سكرين. سكرين فرح فيها لا ابو انس، هذا تليفونه الست اس يا ابو انس، هذا ما بيأثر، هذا ديسكورد ما بيأثر. شو ما بيأثر؟ بأثر على اللعبة يعني، هذا يغش عليها يعني، وربي اقسم بالله يعني. ابو انس شو هالحركات؟ كل ما حدا بيجلدك كأنه يا رجل حسسني انك وايت بتلعب، ما شو عادي بنت بتجلدك. بعرفها يا علي، والله بعرفها يا فرح. يا علي اقسم بالله بعرف لعبها. انت ما بتعرف لعبها بالرومات، ما بتعرف لعبها بالرومات. لك يا زلمة يا عرف الله، انا لعبت ضدها امبارح. مستحيل يا علي، انا بعرف لعبها. يخرب فنارك، افتح سكرين ولك بياض يا حيوان يا كلب. لك اي فاتح، شو دخلني يا حمار يا موزة، شو دخلني انا؟ اعمل بلا اصلا، يخرب بيتك.
افتح لي فيديو على وجهك، انا بدي اشوف وجهك الحلو. افتح وجهك، ما عندي كاميرا، قلت له هذيك مره ما عندي كاميرا، يعني ما بفهمها والله. من الديسكورد اسمع، اطلع من اللعبه وافتح من الديسكورد. بي سي بي سي يا شباب، فهموه من الجوال. افتح لنا من الجوال، يلا افتح. ما بحسن افتح من الجوال، ما بحسن والله، ما بحسن. العب موزه، العب موزه، العب. اختر يا علوش، يا علوش يلا. غش وربع عم يغش يا علوش. اقول لك يلا لك لعب، لعبها طبيعي، لعبها عادي يا اخي. شو هي اسطوره بس؟ شو اسطورة؟ مين اسطورة؟ انا شو غشيم عن اللعبة؟ والله هذا البياض يا اخي، هذا لعب بي سي، هذا لعب بي سي، هذا لعب بي سي. والله لعب بي سي، ورب محمد لعب بي سي هذا، ورب محمد هذا البياض، اقسم بالله هذا البياض. شو دخلني شباب؟ شو دخلني يا فرح؟ انا بعرف لعبك يا فرح. اسمعي، عندي فكرة. قولي والله العظيم انا اللي عم العب ضدك هلا حين بروح. والله انا اللي قاعد العب. ايوه عم تلعب. الله بارس والله، عيب عليك، عيب عليك البنت، عيب عليك يا رجل. البنت اني مره تطلع معنا على اللايف يا اخي، خجلتها على اللايف، عيب عليك. على شو هذا علي؟ بربك انا جايب البنت مشان واحد انت بس جاي تمام بالكذب. ودي اني ربحته 7-1، صار يبكي ويشكي مثلي. خلاص قبل ما تكون صديقتك يا اخي. انا لعب ضدي يا عبدو، انا لعب ضدي وانا حال لايف، يقول لي افتح لي سكرين. مش انت اللي بتلعب؟ اقول له يا اخي انا حال لايف وطالع فيس كام. يقول لي مش انت اللي بتلعب؟ عندها لاج، عم تضربي بالثلج يا فرح. انت عم تضربي بالثلج، عندك لاج. ايش عندها لاج؟ هذا جاكوار البياض مو عارف انت تجي بابعادها الحقيقيه. يا ويلي يا عبد العبد طبل يا شباب. بنت هيك تعمل فيك؟ حرمه مثل ما انت بتقول، حرمه هيك تعمل فيك يا موزة. يا ويلي والله عن جد طبسته وربي. علوش صدقني لك، شو لعب بي سي يا اخي؟ كيف لعب بي سي؟ وين ما في شيء يدل انه لعب بي سي. وبعدين انا مانع البي سي، يلا عشان اكد لك انا مانع البي سي من الروم كنت. علوش حتى لو منعته بس فط على الروم بيقدر. لا 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 ما بيفوت، لا ما بيفوت. عبده لما تمنع البي سي بيقدر حدا يحول لي بي سي. ما بيفوت. بيقولوا له انت الان سجلت على محاكي، رجاء يعني ترجع تدخل على هاتف. ما بيدخلوه. ممتاز علوش، ممتاز. يوه هيتشوت 71 هيتشوت. وينك؟ شوف قال وينك يا ابو انس وقعت تضرب. اسمع علوش، عندي فكره. وقف جاكوار، وقف. لا انه هي عم بتقول لك وينك، يعني مو انت عامل فيها اسطوره الشرق الاوسط وكذا. حلو، اطلع 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 من الديسكورد، اطلع من الديسكورد يا جاكوار، وبدي اقولها تسوي كم حركه بس. ودي ابو انس حاج، انت تخسر الناس حاج والله. شوف الغدا شوف ربك يلا اطلع من الديسكورد بيغدرها الكلب. اطلع يا جاكوار، انت اطلع خليني اشوفك. ابو انس انت عم بتحاول تعمل حكي هيك بس عشان تضيع لعبها وكذا بس. حلو، خليه يطلع، خلي جاكوار البياض يطلع يا علي. شو دخلني ابو انس بربك؟ جاي يتحكم فينا انت ابو انس باللعبه؟ خلاص بطل الديسكورد كله، ما عاد افوت معك ابدا. اطلع بس من الديسكورد يا ابو انس، اطلع على جاكوار، اطلع من الديسكورد دقيقه يا بياض. اطلع دقيقة يا كلب، اطلع انقلع دقيقة. والله يا بالحساب. يا ويلي يا ويلي، حرمة تجلدك يا بنات. والله يا شباب حرمة على 7-0، حرمة تجلد. طيب اسمع، حتى لو جاكوار، انت جاكوار لما لعبت ضده هذيك المرة فزت عليه تقريبا 7-6 ولا لا؟ يعني حتى لو جاكوار بالحساب، ليش انت ما فزت؟ مو هذيك المرة جلدته؟ يا علي صح ولا لا؟ صح ولا لا يا عبدو؟ يا عبدو صح ولا لا؟ هذيك المرة يا جاكوار، يا جاكوار مو لعب ضدك وكانت النتيجة 7-5 ولا مدري كم؟ يعني جلدك هو كذا جولة أخذها، صح ولا لا؟ طيب ليش هلا؟ طيب خلينا نقول نفرض إنه جاكوار عم بيلعب، ما أنت جلدته جاكوار، ليش ما تجلده هالمرة كمان؟ يا علي قولها تفتح سكرين. طيب موزة معفنة يا رجل. ما تقدر يا ابو انس، اعطيتك تليفونك S6S يا ابو انس يا زلمي، عشان يصير عندها لاج ويجلدها. قوي جدا، بتفتحه ثاني وبتسكر يا حبيبي. يلا ليتس جو شباب، بدل لوك دراون مرة ثانية استطيع. بدي قلت له يا علي اليوم بدي دمر لك حلقوله. حلقوله يا شباب، مش حلقوله، حلقتله بنت، حلقتله. هاي اقوى من حلقوله. والله يا شباب، يا شباب حلقتله على الصفر حلقتله على الصفر. يا ابو نصر الله عليك فضيحه. يو والله هي بالحساب، اقسم بالله هي بالحساب. 7-0 والله. يو يا ويلي 7-0، حرمه تجلدك 7-0 لك حرمه. صدقني يا علي بعرف لعبها انا، يخرب فنارك فرح. انا مش قلت لك رح اطم لك كاريرك ومسيرتك هلا.
يا عبدو صدقني معي يا عبدو يا خي والله ما كبرناس حركات لا تبطلها بناس والله ما يروح ابلع روح انقلع ولك والله انت بس صرت تسوي هيك اعرف انه انت بالحساب بس صرت تسوي هيك مثل الاولاد يا هذا شباب شو يا بهيم تنزل بالحساب يا كل تنزل يروح علي عمر انا موافق بس مو والله ما والله ما يلعبها والله ما لعبها انا بعرف شو لعبها يا بناس والله ما لعبها عشان غشيم على اللعبه جلدتك جلدتك ابلع وانت ساكت حرمه جلدتك حرمه جلدتك حلقت لك على الصفر يعني حتى جوله واحده ما اخذت جوله واحده ما شميت ريحتها للجوله لك حتى دمج شوف دمجك يا حبيبي طلعت من روم دمجك 100 دمجك من روم يا سلام علوش نزل لي علوش نزل لي عبدو اروق فيه نزل لي عبدو اروق فيه فرح بلعتك يعني شو يا اخي بلايه فاذا فرح حرمه بلعتك كيف عبدو ضعيف عبدو ضعيف. والله ولا يسوي شيء عبدو ضعيف بيضه ما يقلي عبدو بيضه ما يقلي بنزلك في توبه يا بونس شيلك من القسم بضيعتين تصير بيضه ما تقلي عبدو بيضه ما تقلي والله اذا بنزلك في توبه والله اقسم بالله ما يفرح والله لا يا بونس لا تحلف بالله علي يا بونس والله حرام عليك علي انا لعبها بعرفه فرح بتلعب وان طب يا زلمه بقطع راسي يا زلمي يا زلمه بقطع راسي يا وين وان طب وين طب بربرتك انت بونس هديك المره قدامي قدام شفتني روح ابلع ولك جاكوار روح ابلع نفسي يا علي وربي اه روح ابلع ولك روح ابلع ولك كلب هاي الحركات ما علي هذا عشان بلع عبده بلعه وهذا كمان ايش يا ولدي سمعه واحد علي عمر نزل ما عندي شخصية يلا لا روح يا رجل بربك تتحرك لك لعب ضدي علي. لعب ضدي يا فرح لعب ضدي تعرف شو يقول لي يقول لي افتح سكرين مو انت اللي بتلعب لك انا فاتح بث مباشر وطالع فيس كام وبقول لي مو انت اللي بتلعب ليش مين يفوت غيره يعني مين بده يلعب مين فاتح بث مباشر طالع فيس كام يا خلق الله مشتري كاميرا ب $1,500 عشان تشوف وجهي على البث وبتقول لي مش انت يا علي خلاص بكره راح تخلي خليها يلعب ضد عبد يعني هذا شبيهي واحد من الأربعين اللي بيشبهوني خلي عبد يطوب زي لو سمحت خلي علي يطوب زي مستحيل علي يا اخي بنت طوبزتك ابلع ولك مستحيل ابلع يا رجل نوب يا رجل ايش بنت نوب. بنت يا زلمي بنت ايه شو فيها يعني مستحيل بنت يا بنات ما شو بحكوا عنكم اسمع ابو انس ابو انس راح اعطيك فرصه حياتك في العمر شو يعني علي جلدتك وقدام علي بتعليق علي وراح نزلك في اليوتيوب وفضيحة فضيحة ابو انس البصله بكات الموز اطلع ريكورد معه اطلع ريكورد يلا ارويك والله غير فضيحتك تنزل ايش بخساره خلي اطلع ريكورد معه والله فضيحتك غير تنزل بخساره بالريكورد طيب والله غير يفضحوك بكل المره روح عبدو روح اعمل شخصياتك روح تعالي تعالي فرح بدك تيجي مشاهده ولا تشاهدي من ديسكورد تعالي خليني اضبط له الشخصيات ثواني يا موز بطل عندها وبطلت تخطط ما فاتت طوبز ولا موزه طوبز يا شباب اسمعوا لك بنت طوبز والله يا ابو انس انا لو مكانك بحذفها اللعبه اليوم بحذفها يا والله بحذفها لسه لك نفس تلعب ضد عبده وبنت طوبز دبلع ولك العبها على السكرين انا بس العبها على السكرين راح تلعبك على السكرين والله على السكرين يا زلمه بس انا مستعد بس اسمع بالطوبز بتكتب اسمك بتغير اسمك بتكتب بنت طوبزتني انا موافق انا بكتب حتى فرح طوبزتني موافق انا ايوه والله موافق بكتب بنت طوبزتني انا موافق يلا ايوه لا بتكتب بنت عشان ما يقولوا لك مين فرح تقولوا ما ده فرح شاب لعبه اسطوري لا بتكتب بنت طوبزتني ايوه لا ولا فرح كمان فرح بيصير اسم في اسم هو اسم بنت فرح يعني ما بيصير ما بيقدر انا بوته